رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي ويؤكد حرص الدولة على تعزيز قدرات التفاعل والحوار. خلال اجتماعه بهيئة مكتب مؤتمر كوب 27 شكري يستعرض مشروع جدول الأعمال والبنود المطروحة عليه. مجموعة السبعة تتعهد بالاستمرار في فرض تكاليف اقتصادية على روسيا. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرنة لسعر الصرف يؤدي اقتصاديا إلى زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة مستوى تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعارها، خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة. وأشار مدبولي إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية عادة ما يكون مؤقتا ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف ثم يبدأ في الانحسار. وخلال رده على أسئلة واستفسارات الحوار الوطني أضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المتبعة حاليا هي سياسة مرنة لسعر الصرف وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبرا أنها السياسة الأنسب اقتصاديا للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية. كما أشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريبا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات أو العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسية، وإنما أيضا مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضا في مقابلها في الآونة الأخيرة. We'll be right back.
اجتمع وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اجتمع مع أعضاء هيئة مكتب المؤتمر في مدينة شرم الشيخ. تناول الاجتماع الإعداد الموضوعي للمؤتمر، حيث تم التباحث حول مشروع جدول الأعمال والبنود المختلفة المطروحة عليه. واستعرض الوزير شكري خلال الاجتماع مختلف الجوانب الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر، وتضم هيئة مكتب المؤتمر في عضويتها مجموعة من الدول الأعضاء بالاتفاقية الذين يتم انتخابهم كنواب للرئيس لتمثيل المجموعات الجغرافية المختلفة. شهدت مدينة شرم الشيخ مسيرة بمشاركة عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن البيئي من عدة دول إفريقية قبيل انطلاق قمة المناخ كوب 27، وطالبت المسيرة بضرورة النظر إلى القارة الإفريقية لما تعانيه من تداعيات ناتجة عن تغير المناخ رغم أنها الأقل إسهاما في أسبابه. كما طالب المشاركون في المسيرة بضرورة تنفيذ الدول الغنية تعهداتها لمواجهة التغيرات المناخية. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر. أحمد، بعد التحية ضعنا في تفاصيل هذه المسيرة التي انطلقت اليوم بشرم الشيخ المطالبة بالنظر إلى القارة الإفريقية بعين إيجابية لما تعانيه من تداعيات ناتجة عن التغيرات المناخية. أهلا بحضرتك، وطبعا كانت مسيرة مهمة جدا لشعلة العدالة المناخية اللي أطلقها تحالف عموم افريقيا للعداله المناخيه الضجه، وانطلقت في شهر 8 السنه اللي فاتت 8 اللي فات مباشره في الجابون على هامش مؤتمر اسبوع افريقيا للمناخ، ثم ذهبت للسنغال والى المغرب والى ناميبيا والى زامبيا والى كينيا واخيرا في القاهره. وكانت الطلبات المحدده للقائمين على هذه الحمله وهي العداله المناخيه للقاره الافريقيه لما لها بما انها تتاثر بقضيه التغيرات المناخيه والكوارث المناخيه اذا تمثلت في الفيضانات او اذا كانت تمثلت في الجفاف والجفاف الممتد، والتزامات الدول الكبرى والدول صاحبه الانبعاثات الكبرى الكربونيه ناحيه الدول الافريقيه بتمويل الخسائر والاضرار التي تعرض لها هذه الدول طبقا لازمه التغيرات المناخيه والكوارث المناخيه. أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، شكرا جزيلا لك. إلى هذا تتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ كوب 27. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية سالي، يعني ضعينا في تفاصيل وآخر استعدادات مؤتمر المناخ كوب 27 لديك في مدينة السلام. نعم لمشاهدينا الكرام، بالفعل نتابع منذ عدة أيام الاستعدادات النهائية التي تجرى على قدم وساق في هذه المدينة، المدينة الخضراء، ونحن الآن بصدد الحديث عن استعدادات تحديدا مطار شرم الشيخ الدولي، ثاني أكبر مطار بعد مطار القاهرة الدولي. هذا المطار هو المحطة الأولى في رحلة المشاركين في هذا المؤتمر، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 2022، والتي ستنطلق بعد غد الأربعاء. لو تحدثنا عن الاستعدادات النهائية التي تمت داخل هذا المطار لتسهيل كافة الإجراءات للوافدين، عدد كبير من الكاونترات التي تم تخصيصها لتسهيل إجراءات الوفود، وتم رفع كفاءة هذا المطار لاستعدادا واستضافة لهذا المؤتمر في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة هذه النسخة. لو تحدثنا تحديدا عن ما تم داخل هذا المطار، فرفع
كفاءة للممر الرئيسي للطيارات ليستوعب عددا أكبر من الطائرات، وذلك حيث تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران الراعي الرسمي والنقل الرسمي لفعاليات هذا المؤتمر. ستنظم ما يصل إلى 250 رحلة من مطاري القاهرة وشرم الشيخ، وذلك لنقل ما يصل إلى 40,000 مشارك. لو تحدثنا عن الاستعدادات أيضا من رفع كفاءة المباني ورفع البنية التحتية، تسهيلات في الوصول، فيتم مسح ضوئي للرقم القومي أو جواز السفر للوفود المشاركة، ونحن تابعنا على مدار الأيام الماضية وصول بعض الوفود إلى أرض هذه المدينة. بالفعل يتم رفع هذا المسح الضوئي لحصر الأعداد المشاركة من خلال الكاونترات المتخصصة في هذا الأمر، تسهيل للإجراءات لكافة الوفود، رفع كفاءة مباني هذا المطار. هذا المطار هو مطار ذكي يعمل بالطاقة الشمسية، وهذا المطار هو من بين المطارات التي حصلت على الشهادات العالمية. لو تحدثنا أيضا عن تفاصيل ما يتعلق بالخدمات اللوجستية التي تقدم للوافدين، رفع كفاءة صالات الضيافة، وجود مكان للحجر الصحي، زيارات متكررة من الحكومة المصرية للتأكد من استعدادات هذا المطار. أيضا لدينا يعني رفع كفاءة للحقل الخاص بالطيران الجوي، استعدادات كبرى تجرى داخل هذا المطار استقبالا لضيوف هذا المؤتمر. أيضا تم رفع كفاءة المباني الخارجية، البوابات الخارجية لمطار شرم الشيخ الدولي بحيث تستوعب 8 حارات للدخول والخروج، رفع كفاءة الإنارة وأيضا المسارات الخضراء ضمن إعلان هذه المدينة مدينة الخضراء. لو تحدثنا أيضا عن ما يتم من إجراءات فيما يتعلق بالسلامة والأمن، التأمين داخل هذا المطار، الأجهزة الخاصة بالكشف على الشنط وغيرها مما يتعلق بالوفود المشاركة، رفع كفاءة المباني الخاصة باستقبال كبار الزوار والمبنى الرئاسي لاستقبال الملوك ورؤساء الدول الذين أعلنوا في وقت سابق مشاركتهم في هذه النسخة. تفاصيل كثيرة تحدث داخل هذا المطار، وهو الوجهة الأولى للوافدين المشاركين في هذا المؤتمر الذي ينطلق بعد غد الأحد. والكلمة تعود إليك أميرة مرة أخرى في الاستوديو. يعني شكرا لك على هذه المتابعة التفصيلية سالي سالم، مراسلة التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 511 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 125 طن مواد غذائية وغير غذائية، حيث تم ضبط أكثر من 59 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 66 طنا، كما تم ضبط 724 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 33 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 359 طنا. تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، استقبلت وزارة الداخلية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية عددا من شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وترسيخ الوعي والانتماء الوطني لديهم. في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تستجيب لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة، وتنظم زيارة لعدد منهم وأسرهم لمقر الإدارة العامة للحماية المدنية. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت، أجيال طلع في مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. لما
نشوف أفضل حل فين يحمو ابنه اليوم الدين. مين يقدر يقول لي بقى في العمارة اللي احنا سكننا فيها جديد عندنا أدوات علشان نطفي بيها الحرائق؟ عندنا في أهالينا في العمارة اللي أنا ساكنة فيها بيبقى فيها زي صندوق وبكرة وجنب الصندوق ده مقفول، بتفتحه بتلاقي البكرة وجنبها تمام. بتبقى حنفية وليها محبس. كل دور ولا في دور واحد بس؟ لا كل دور، كل ودي دور. سلم طوارئ كمان. وانت عارفة فين سلم الطوارئ؟ اه. ومفتوح مكان سلم الطوارئ ولا مقفول؟ لا سلم الطوارئ مفتوح على طول. طيب سقف المنة. كان مهم جدا ندي شوية نصايح وتوعية تتعلق بمسببات الحرائق في المنازل وازاي نتصرف معاها وازاي نستخدم أدوات وتجهيزات الإطفاء الموجودة عندنا في المنزل وازاي نتصرف وقت حدوث الحرائق علشان نتجنب الدخان لحد ما قوات الإطفاء توصل. ليه احنا مهم جدا لنا ان احنا نحافظ ونعيش في بيئة نظيفة؟ وزي ما انتم عارفين كلكم ان احنا خلال ايام هنستضيف اكبر مؤتمر لتغير المناخ والبيئة في العالم. ايه أهمية البيئة واللي لازم نحافظ عليها؟ اول حاجة انا بحافظ على البيئة عشان احافظ على صحتي، لو في تلوث من الهواء امنعه عشان ما يأثرش عليا. بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ كان لازم نفهم اولادنا يعني ايه تغير مناخ وايه المسببات اللي بتؤدي لتلوث البيئة، وكان لازم نقول لهم ايه الحاجات اللي نعملها عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا وما نتأثرش ونؤثر على المناخ، ويكونوا في نفس الوقت سفراء لبقية الناس في مجال المحافظة على البيئة. ده دور مجتمعي للدولة مهم جدا لتربية النشء على قضايا تغير المناخ. أنا النهاردة في الحماية المدنية، وكنت قبل كده في معسكر 3 أيام في أكاديمية الشرطة. احنا اتعلمنا ازاي ننتمي لبلدنا. اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرعايه ديت والمكان الجميل اللي هو سكننا فيه. زياره تاتي استمرارا للدور المجتمعي للوزاره تجاه قاطني تلك المناطق، وبما يعزز قيم الولاء والانتماء وتنميه الوعي الامني والشرطي لديهم. بكره نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. في ناس بنسمع عنهم وبنشوفهم يقول لك ده غرق في النيل، ده غرق في البحر. احنا شغلتنا ان احنا ننقذهم ونطلعهم. في عربيه موجوده تحت الميه، العربيه ديت محتجز فيها غريق ومش عارفين نطلعه بالطريقه العاديه، فهنضطر نستخدم قصافه هيدروليكيه بالمعده ديت اللي واقفه بره علشان نحرر الجسم البني ادم دوت ونطلع بيه. طبعا المهاره ديت صعبه جدا ومحتاجه تدريبات كتيره. ورينا الأهالينا بيان إنقاذ غريق من قبل رجال الإنقاذ النهري إدارة الحماية المدنية، علشان بعد كده لو هتقدر تنقذ حد حاول تساعده، لو مش هتعرف تنقذه وما بتعرفش تعوم ما تحاولش علشان ما تعرضش حياتك للخطر، واتصل بالمسؤولين من رجال الحماية المدنية في الإنقاذ النهري. لما تشوف أفضل حل فين بيورونا ازاي لما في حد بيغرق ازاي نعرف ننقذه وازاي نتصرف في الحالات اللي زي دي. طالما زي ما حصل لنا حاجه في الحريق او غرق او كده نعرف نتصرف ازاي، ويطلب كمان الرقم بتاع الحرائق اللي هي 180. احنا بنشكر سياده الرئيس جدا جدا اللي هو جابنا المكان الجميل ده. جولة قام بها الشباب والطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية لمشاهدة العروض التدريبية أسهمت في إثراء ثقافتهم وتنمية الوعي لديهم بأهمية دور هؤلاء الرجال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مهما قدموا من تضحيات. أجيال طلب مصر جديد بتقول دايما تحيا مصر. لما تشوف أفضل حل
نشترك كلنا واحد، هي علمتنا الانتماء للبلد وعلمتنا حب الوطن وقد ايه الشرطه ووزاره الداخليه بتضحي علشاننا عشان تحمينا. النهارده كان يوم جميل جدا، احنا اتعلمنا حاجات كتير لان احنا نعرف نساعد بعض. حد عنده حقيقه ولا حاجه نعرف اللي احنا نطفيها قبل ما تيجي المطافي. ازاي اللي احنا نتعامل مع المخاطر. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دعمنا وجابنا هنا، وبتمنى تاني ان هم يدعمونا ويجيبونا هنا تاني. رسالتي للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يكمل معانا ويدعمنا، واحنا ان شاء الله هنبقى افضل وهنبقى جيل متحضر. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحب الكرايه. لما تشوف افضل حنفين يحمو يا ابنه اليوم الدين، وليك يا مصير التوتين لاجل بلدنا بلد الاعمار. لما تشوف افضل حنفين يحمو يا ابنه اليوم الدين. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي هو بذله معانا وعلى كل حاجة هو عملها لنا. فعلا شكرا ليه، وإن هو نقلنا من مكان عشوائيات لمكان متحضر يقدر كل واحد فينا عنده موهبة يقدر يطلعها بجد. أنا بشكر سيادة الرئيس على المجهود اللي بيعمله مع الأطفال مع أولادنا. بشكر سيد الرئيس على اللي بيعمله مع أولادنا، وأولادنا نفسهم يبقوا حاجة كبيرة. نشكر الشرطة طبعا، وعليه واقفة من هي واقفة معانا كده وبتعمل المبادرات ديت لعيالنا، وإحنا نفسنا عيالنا يبقى زيهم. هذه الزيارات تأتي إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية بناء الإنسان وإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها لهذا الوطن، وتقدر معاني التضحيات التي تقود إلى حياة كريمة لكل أبناء هذا الوطن. بكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فرصة كبيرة أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بخاصة من الشباب والطلائع لزيارة المواقع الشرطية المختلفة والتعرف على جهود رجال الشرطة ومنها جهود رجال الحماية المدنية، وهو ما يأتي في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة إزرع، وهي المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية من أجل تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية. هذا وقد تم إطلاق المبادرة وسط احتفالات شعبية حضرها الآلاف من الفلاحين المستفيدين من المبادرة داخل المجتمعات الزراعية بكافة المحافظات المشاركة، والتي تم تنظيمها بالتنسيق الكامل مع متطوع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للإعلان عن انطلاقة المبادرة وبداية موسم زراعة القمح. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني وتغطيتها لجميع احتياجات المجتمع، وذلك بحضور مجموعة من أعضاء تحالف الأحزاب المصرية. تناولت الجلسة استفسارات ومناقشات حول المحورين السياسي والاقتصادي، وخاصة تطوير الحياة الحزبية في مصر وكيفية مساعدة الأحزاب للقيام بدورها في الشارع السياسي. وعرض الحضور مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير الأحزاب، وشدد المشاركون في الجلسة على ضرورة توطين الصناعة المصرية حيث إنها القاطرة الأساسية للتنمية في مصر ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل الداعم والأكبر للعملية التصديرية الموفرة للعملة. رحب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، رحب بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية وعلمائها في عالمنا العربي. وأكد شيخ الأزهر خلال كلمته في اجتماع مجلس حكماء المسلمين وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية المنعقد بالبحرين أن الاجتماع المشترك بمثابة شعاع نور يبعث الأمل في ظل التحديات العالمية المعاصرة،
كما لفت شيخ الأزهر إلى أن أزمة البيئة وتغير المناخ هو انعكاس لآثار الأداء واقتصاد السوق والرأسمالية. كذلك شدد الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على أن معظم الشرور في العالم انبعاثات حتمية لأزمة الأخلاق والإلحاد وإقصاء الدين، محذرا من دعوات الانفلات الأخلاقي. شهد ملتقى البحرين للحوار المنعقد بالمنامة الدعوة إلى علماء الدين الإسلامي في العالم أجمع إلى المسارعة بعقد حوار إسلامي جاد من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف ومن أجل الأخوة الدينية والإنسانية. وخلال جلسة ختامية للملتقى بحضور شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان وملك البحرين، تم التشديد على أهمية أن ينص في قرارات هذا الحوار على وقف خطابات الكراهية المتبادلة وأسباب الاستفزاز والتكفير وضرورة تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل إشكالاتها ورواسبها السيئة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة أن تتدفق الحبوب الروسية التي يتم إرسالها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود للدول الإفريقية الفقيرة مجانا. وقال بوتين إنه حتى لو انسحبت روسيا من اتفاق نقل الحبوب مرة أخرى، فإنها ستعوض الكمية الكاملة من الحبوب المخصصة للدول الأكثر فقرا من مخزونها بالمجان. تعهد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية بمواصلة فرض تكليف اقتصادي على روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. هذا وقد أكد وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم في مدينة مونستر غربي ألمانيا، أكدوا على تعهدهم بمواصلة دعم أوكرانيا بالتوازي مع فرض مزيد من العقوبات على روسيا. كانت دول مجموعة السبع قد اتفقت على ضرورة وضع آلية للتنسيق لمساعدة أوكرانيا في ترميم البنية الحيوية والدفاع عنها. إلى ذلك، كشفت الولايات المتحدة عن أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سابرينا سينغ إن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة 45 دبابة من طراز T-72 من جمهورية أتشيك، وذلك حسب ما يتم تجديدها، كما ستقدم تمويلا لتجديد بعض صواريخ هوك للدفاع الجوي. قالت وزارة الدفاع الهولندية إنها ستزود أوكرانيا بدبابات وعتاد عسكري ثقيل آخر بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون يورو. وقالت الوزارة الهولندية إنها ستنفق 45 مليون يورو مع تعاونها مع الولايات المتحدة وجمهورية التشيك بشأن شحنة تضم 90 دبابة تشيكية من طراز T-72 سيتم تحديثها. صرح سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف أن آليات سقف الأسعار التي سيفرضها الغرب على النفط الروسي يمكن أن تمتد إذا نجحت لتشمل خامات وسلعا أخرى تهم الغرب بما في ذلك الغاز والمعادن. وأضاف سفير روسيا في واشنطن أن مبادرة الخزانة الأمريكية بوضع سقف لسعر النفط الروسي ستدفع الاقتصاد العالمي إلى متاهة قاتمة. وشدد السفير الروسي على أن بلاده ستوقف توريد النفط للدول التي ستقرر تطبيق آلية قصرية لضبط الأسعار بشكل مصطنع. هذا وقد حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للتشكيلات كلاوس مولر من احتمال نفاد مخزون الغاز بالبلاد مع حلول
فصل الشتاء. وأوضح مولر أن مخزون الغاز لأكبر اقتصاد في أوروبا يكفي لتسعة أو عشرة أسابيع فقط. كانت الوكالة الاتحادية قد ناشدت الألمان مرارا إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل لتجنب أزمة في فصلة الشتاء. أعلنت كوريا الجنوبية نشر ما يصل إلى 80 طائرة مقاتلة من بينها مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية. وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالي 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية تحلق على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي. التوتر في شبه الجزيرة الكورية يصل إلى مرحلة جديدة، فعقب رصد كوريا الجنوبية ل 180 طائرة حربية لنظيرتها الشمالية، دفعت سول لاتخاذ إجراءات مضادة بنشر 80 مقاتلة من بينها مقاتلة الشبح. حدة التوتر بين الجانبين زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في أعقاب إطلاق بيونغ يانغ للعشرات من التجارب الصاروخية الباليستية رداً على المناورات العسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تعتبره بيونغ يانغ تهديداً لأمنها. كما أطلقت كوريا الشمالية نحو 80 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة في بحر اليابان. وذكرت سول أن جارتها الشمالية أطلقت أكثر من 20 صاروخاً باتجاه البحر المفتوح منذ يوم الأربعاء الماضي، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس حربية نووية. التوتر تصاعد مؤخرا بين الكوريتين بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ 5 سنوات على الأقل، وسط تجارب صاروخية متكررة تجريها بيونغ يانغ، ويخشى المراقبون أن تكون تمهيدا لتجربة كبيرة كإجراء تفجير بسلاح نووي أو هجوم صغير على كوريا الجنوبية. هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أوضحت أن الطائرات الحربية الكورية الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها احتفظت ب 240 طائرة حربية مشاركة في مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية بحالة تأهب مع مشاركتها في المناورات المخطط لها. ويراقب الجيش الكوري الجنوبي تحركات الجيش الكوري الشمالي وتطورات الموقف بالتنسيق الوثيق مع القوات الأمريكية، مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعدادا لاستفزازات كوريا الشمالية الإضافية المحتملة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامنا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشدد على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة، باعتبار التعليم حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم منذ انطلاقه وحتى الآن في تنفيذ أكثر من 198.8 ألف مشروع بقروض تصل إلى 25.2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالي 1.9 مليون فرصة عمل. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروعك يدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات بدءا من القرى والنجوع وحتى المراكز والمدن والأحياء من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة إلى قرية منتجة، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. انتهت نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي ويؤكد حرص الدولة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار. خلال اجتماعه بهيئة مكتب مؤتمر كوب 27، شكري يستعرض مشروع جدول الأعمال والبنود المطروحة عليه. مجموعة السبع تتعهد بالاستمرار في فرض تكاليف اقتصادية على روسيا. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع دينا عبد الكريم. مساء الخير دينا، حلقة جديدة نهاية الأسبوع. أنا سعيدة أن يكون معاكم. مساء الخير محمد، مساء النور أميرة، مبسوطة جدا أن أكون معاكم. إحنا بنبدأ تغطية أسبوع كامل بقى من تغطية مؤتمر المناخ، وأعتقد أنه على مدار الشهر كلنا صحيح هنبقى مشغولين بالموضوع. شهر مهم جدا، أكيد مزدحم جدا، هو حدث هام صحيح جدا، يمكن العالم كله بتلتفت أنظاره إلى مصر وتحديدا أرض السلام شرم الشيخ. بإذن الله إحنا منتظرين ومتوقعين مؤتمر يليق بحجم مصر، ومؤتمر كمان يوصلنا لنتائج حقيقية. أنا بشكركم بالتوفيق، بشكر كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.